يقول هذا السائل محمد: كيف أرد المظالم إلى أهلها وإن لم أستطع أن أردها، هل أتصدق بها بنية هذه لأهلها؟ إذا عرفت أهلها فإنه يجب عليك أن تردها عليهم إلا أن يسمحوا بها لك، وإذا لم تعرف أهلها وتعذر الوصول إليهم فإنك تتصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها. نعم.